السلام عليكم، ازيك يا شباب؟ ان شاء الله النهارده في الفيديو ده هنعمل تقييم لكتاب ميك يور اون نيورال نتورك للكاتب طارق رشيد، استاذ طارق رشيد، بيتهيألي من اسمه كده عربي شكله يعني كده تمام. فهو الصراحه الكتاب ده عجبني جدا 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 يعني صراحه، وحتى ان شاء يعني هتلاقيني انا يعني بمدح فيه كتير طول الفيديو، بس يعني فاعذرني يعني بجد. الفكره كلها ان انا يعني اتفرجت على كورسات كتير جدا يعني في النيورال نتورك والديب ليرنينج والكلام ده كله، كل واحد قاعد يقول لك مثلا ايه النيورال نتورك بتتعلم، دي بيتعلم، دي بيضيف له داتا جديده او داتا كتير فيتعلم اكتر فيتعلم، كل واحد قاعد يقول لك يتعلم وانا مش فاهم يعني ايه بيتعلم يعني. طب ماشي، في معادله رياضيه، في برمجه، في دنيا، مش فاهم يعني. هما بيقولوا بيتعلم وخلاص، كل واحد فرحان بكلمه بيتعلم، فانا مش عارف يعني. فدي كانت مضايقاني جدا صراحه، ويعني حتى كان في كورس يعني اتفرجت على اكتر من كورس مش فاهم برضك الحته دي. وبعد كده حتى يعني فكان في كورس كنت بتفرج عليه وبرضك جه عند الموضوع ده ومش فاهم برضه يعني في ايه بالظبط. فقلت بقى ممكن ادور على كتاب كده ولا حاجه اقراه، فجيت بقى بدور كده ولا حاجه، لقيت الكتاب ده الصراحه يعني هو فهمني بقى يعني ايه بيتعلم بالذات، يعني دي الحته اللي فهمتني بقى، فهمني يعني ايه بيتعلم وليه، ازاي بيتعلم من الداتا والكلام ده كله. فصراحة يعني الكتاب ده جميل جدا صراحة، ويعني هيكون واحد من الأساسيات اللي أنا أتعلم عليها في النيورال نتورك والديب ليرنينج والكلام ده كله. دي قصته يعني معايا صراحة يعني. فأنا بقول لك لو أنت لسه مبتدئ أنصحك أنت لازم تقرأ الكتاب ده، لازم إن أنت تقرأ الكتاب ده. الكتاب ده جميل جدا جدا صراحة، وحتى يعني لو أنت مش عارف بايثون هو بيعلمك بايثون جواها يعني. فخلينا الأول نروح نشوف إيه اللي جوه الكتاب ونرجع تاني، يلا بينا. تمام، فأول حاجة بقى عندك هنا المحتوى بتاع الكتاب بيقول لك ايه، تعال نزوم شويه. اول حاجه دي مقدمه كده بيكلمك بقى ان طول يعني من ساعه ما اخترعوا الكمبيوتر هم دايما بيحاولوا ان هم يعملوا يعني ايه انظمه تكون ذكيه، توفر عليهم مجهود كتير وتوفر عليهم شغل كتير والكلام ده كله تمام. وبعد كده بيديلك بقى مقدمه ان الكتاب ده اللي انت متطلب ان انت تكون معرفه قبل كده عشان تقدر تقرا الكتاب ده كله. فهو طبعا بيقول لك انت مش شرط ان تكون عارف اي حاجه، حتى بايثون مش شرط ان انت تكون عارفها، كله طالبه منك بس انت يكون عندك بس يعني معرفه بسيطه يعني بالرياضه بس، او حتى الرياضه مش مطلوبه منك يعني. حتى في الاخر خالص هنا في ابندكس او ملحق في الاخر خالص عباره يعني عن يعني ايه عن مقدمه كده للتكامل والتفاضل والتكامل كالكلس تمام. كل ده عباره عن مقدمه تفاضل والتكامل تمام. حتى لو انت يعني مش في الرياضه قوي برضك الكتاب ده برضك هيفيدك كتير جدا يعني برضك، وتقدر ان انت ايه تمشي امورك برضك فيه تمام. وبعد كده بقى بيخش هاو زي ورك، يعني بيشرح لك بقى ازاي النيورال نتورك ديت شغاله او الشبكات العصبيه ديت شغاله ازاي والفكره جت منين تمام. فهو يعني اول حاجه مثلا ايزي فور مي هارد فور يو، ده بيكلمك عن ايه، بيقول لك ان انت لما بتيجي مثلا تبص الصوره في ثانيه يعني تقريبا يعني بسرعه الكمبيوتر تقدر تفهم الصوره دي بتتكلم عن ايه، يعني محتوى ايه، تقدر تشوف الارقام، تقدر تعمل كل حاجه دي بسهوله جدا على الانسان. انما بالعكس بقى بالنسبه للكمبيوتر بيبقى صعب جدا 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 ان هو يعمل الكلام ده، وخصوصا لو انت جيت برمجته يعني ايه باوامر صريحه شبه البرمجه العاديه ديت، لا هيبقى اصعب بكتير كمان تمام. هو الفكره في كده، الفكره ان هو بيقول لك ان الكمبيوتر في العمليات الحسابيه والعمليات التكراريه والكلام ده كله سريع جدا ويقدر يغلب الانسان، انما في حاله مثلا ايه اللي هو الفكره ان هو يبص على الصوره مثلا ويفهمها والكلام ده كله دي صعب بالنسبه له جدا تمام. وبعد كده بقى بيدي لك مثلا مثال بسيط اللي هو مثلا سيمبل بريدكتنج ماشين، اللي هو يجيب لك خط مثلا ويقول لك حاول تفصل ما بين النقط اللي فوق والنقط اللي تحت بخط. وبعد كده بيقول لك بقى ازاي نقدر ندرب الكلاسيفاير ده، يعني ازاي نقدر نحسن الخط ده مثلا والكلام ده. وبعد كده بقى يبدا يخش لك بقى نيورال نتورك بقى بعد ما يعني ايه مأسسك شويه في الحاجات اللي فوق ديت. هو صراحه يعني الجزء الاولاني ده يعني تقريبا اول خمسه او ست مواضيع ديت يعني تقريبا دي اهم حاجه بالظبط، دي تقراهم وتركز فيهم جدا 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 عشان دولت هيوفر عليك شغل كتير جدا لما تخش في النيورال نتورك وانت بتقرا. صراحه يعني مش قادر اعبر والله عن يعني جمال الكتاب ده والله يا جدعان، يعني بجد والله العظيم كتاب رائع تمام. وبعد كده بقى بيشرح حتى في جريدينت سنت، بيشرح لك الجريدينت سنت، وبعد كده بيشرح لك الباك بروبيجيشن. طبعا الكلمات الغريبه العجيبه اللي انا بقولها ديت طبعا انت هتفهمها لما تقرا الكتاب والكلام ده كده، او لو انت خدت كورس قبل كده في الديب ليرنينج انت هتكون يعني ايه سمعت الالفاظ ديت قبل كده تمام. بعد كده الجزء الثاني بقى بيكلمك عن مين دي اي واي، دي معناها دو ات يور سيلف، يعني اعملها بنفسك تمام.
فهو بيقول لك بقى طالما احنا خدنا النظريات بقى وعرفنا ازاي نقدر نحسب مثلا الحاجات اللي احنا عايزينها، فدلوقتي احنا هنبدا بقى نعمل الحاجات دي باستخدام بايثون، يعني المعادلات الرياضيه اللي احنا عرفناها نبدا نطبقها بقى باستخدام بايثون. فبيعرفك بقى ازاي، بيعرفك الاول على جوبتر، بيعلمك الاول بايثون وبعد كده بيعرفك على جوبتر نوت بوك، بيعرفك يعني حاجه بسيطه كده عن جوبتر نوت بوك، وبعد كده بقى ايه يبدا بقى يخش بقى في النيورال نتورك ويطبق بقى الحاجات والمعادلات الرياضيه اللي انت اتعلمتها. وكمان بعد ما تتظبط الدنيا دي كلها هتبدا بقى تطبق النيورال نتورك اللي انت اتعملتها ديت على مين، على داتا صور لمجموعه ارقام مكتوبه بخط الايد، وانت تبدا بقى تتعرف على الرقم الموجود جوه الصوره دي، يعني نديك مثلا صوره رقم واحد وتخلي الكمبيوتر هو اللي يقول لك ان ده رقم واحد، تمام. فدي يعني كان جميله جدا جدا وصراحه ممتعه جدا، يعني انا جيت عملتها ورهيبه، يعني احساس رائع بجد والله، تمام. الجزء التالت ده بقى بيعرفك بقى لو انت مثلا ايه في شويه تريكات كده لو عملتهم تقدر يعني ايه تزود الاكيورسي او الدقه بتاعت الشبكه او الموديل اللي عندك ده، يعني مثلا تخليه احسن وافضل ويقدر ان هو يتوقع بشكل افضل والكلام ده كله. فهو بيكلمك عن كده بقى، وكمان بيعرفك يعني مثلا ايه بيقول لك لما احنا دلوقتي الشبكه العصبيه دلوقتي حاجه شبه الصندوق اسود، حاجه كده شبه السحر، احنا مش عارفين بيحصل ايه، يعني بندخل لها شويه مدخلات وتطلع لنا توقع واحنا مش عارفين ايه اللي بيحصل في النص، يعني ايه الدنيا اللي ماشيه في النص دي مش عارفين. فعشان كده دايما بيسموا النيورال نتورك بالبلاك بوكس، يعني صندوق اسود مش عارفين ايه اللي بيحصل جواه. فهو بقى في الحته ديت اللي هو ايه انسايد ذا مايند اوف نيورال نتورك دي يعني بيشرح لك بقى بيقول لك ايه اللي بيحصل من جواها، وهيعمل حته جميله جدا، يعني فكره جميله جدا برضك، مش اقولها لك، خليك انت تقراها بنفسك ويعني ايه وتتفاجئ بيها، جميله جدا صراحه يعني ماشي. وبعد كده في الاخر خالص كريتنج بقى ذا تريننج داتا، دي برضه جميله جدا برضك، فكره كويسه جدا صراحه. صراحة يا جدعان والله يعني الكتاب ده رائع جدا جدا جدا، يعني انا مش قادر يعني اعبر عن الله يعني الكلمات، تمام. بعد كده طبعا الابندكس ديت اللي هو ايه احنا زي ما قلنا التفاضل، والابندكس بي دي اللي هو راسبري باي، راس تعمل النيورال نتورك بتاعتك ديت على راسبري باي، يعني مثلا ممكن تجيب لك راسبري باي لو الناس اللي هم في ميكاترونكس الكلام ده كله، وتجيب مثلا كاميرا وتوصلهم ببعض، وبعد كده تخلي بقى هو اللي يقرا، ما تحتاجش بقى لا لاب ولا الكمبيوتر ولا اي حاجه، حته كده راسبري باي او حته جهاز كده قد الايد قد كف الايد بالظبط، وهيعمل كل الشغل اللي انت عايزه، تمام. ف اعذروني لو انا كنت شجرت فيه كتير، انا قلت لكم ان انا يعني صراحه الكتاب ده يعني انقذني بجد، يعني ضاف لي كتير جدا وصراحه فهمني حاجات كتير جدا كنت بقراها في كتب قبل كده وما كنتش فاهمها، فهو فهمني يعني ايه شبه ما تقولوا كده، يعني حط النقط على الحروف وكده يعني. فالكتاب مهم جدا صراحه، وانا انصحك بيه جدا 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 لو انت عايز تبدا في الديب ليرنينج، او انت مثلا عايز تاخد فكره عن الموضوع والكلام ده كده، فهو ده لازم الكتاب اللي انت تبدا بيه، كتاب جميل جدا جدا صراحه. وبس، فيا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه، وريت لو لسه ما اشتركتش معانا في القناه تنزل تحت وتعمل اشتراك وتفعل الجرس، ولو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك وشير مع اصحابك، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. يلا سلام عليكم.